في هذا الشوط. لا يسعني مشاهدينا الكرام إلا أن أرحب بزميلي خالد بن ناصر المري مع هذه الانطلاقة لقراءة ما يدور من فعاليات ومنافسات في هذا الشوط الثاني الرئيسي للحيل والتنافس على جائزة هي عبارة عن سيارة تويوتا ستيشن أبيض اللون. في هذه اللحظات أرحب بزميلي خالد بن ناصر المري ويحال إليه الميكروفون. نحييكم مشاهدين الأعزاء ومستمعين الكرام مع انطلاقة الشوط الثاني بالنسبة لأشواط الحيل ما بعد صلاة عصر هذا المساء، وهو الشوط الثاني للحيل وهو أيضا شوط رئيسي وخصصت له سيارة تويوتا ستيشن أبيض اللون. وها هي الانطلاقة أمامكم، بدت منذ لحظات ونحن في طريقنا إلى مقدمة الشوط. وردنا تنويه من اللجنة المنظمة لسباق الهجن أن يأتي السيد بندر بن محمد القثامي العتيبي أو من ينوب عنه إلى سيارة التعليق للأهمية الضرورية جدا. ونحن الآن نتابع مجريات الشوط، قطعنا وإياكم كيلومتر ويتبقى 7 كيلومترات. المقدمة في هذه اللحظات أرى اللي صاحبة المقدمة في هذه اللحظات، المقدمة عند الدرعية وتعود ملكية الدرعية للسيد فيصل بن راشد الجبر النعيمي، بينما المركز الثاني أرى شعار صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على ظهر أرصاد، وعملية التضمير يقوم بها السيد. والمضمر عبيد بن علي اليبهوني، بينما الدور دور المركز الثالث، دور المركز الثالث اللي هي التماس، وتعود ملكية التماس للشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، ويضمرها السيد ناصر بن مسفر الشهواني. الدور دور المركز الرابع، دور المركز الرابع اللي هي ضبية، ضبية تعود ملكيتها للشيخ، الذيبة تعود ملكية الذيبة للشيخ عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وعملية التضمير عند السيد حمد بن محمد بن حسين البريدي، هي اللي في رابع المراكز بهذه اللحظة. والدور دور المركز الخامس، أرى أيضا شعار الوافية تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ويضمرها السيد علي بن قريع المري، وهي الآن تأخذ المركز الخامس. بينما الدور دور المركز السادس، دور المركز السادس، المركز السادس في هذه اللحظات، المركز السادس وهي حاملة الرقم 47 وتعود ملكيتها للسيد شرف، تعود ملكيتها للسيد فيصل بن عبد الله الكواري. بينما دور المركز السابع، دور المركز السابع في هذه اللحظات اللي تختطفها حاملة الرقم 20 اللي هي سمحة، ولكن حصل تغيير، حصل تغيير من اسعفة، اسعفة غيرت على المركز السابع لسمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ضمرها السيد ناصر بن محمد بن حباب الهاجري. والمركز الثامن في هذه اللحظات اللي في المركز الثامن اللي هي سمحة، تعود ملكيتها للشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني، ويضمرها السيد عايد بن صلاح الرشيدي. والمركز التاسع، المركز التاسع، دور المركز التاسع تشاهدونه في على شاشة الكادر الأسفل، الكادر الثاني على ظهر النصيبة، تشاهدون النصيبة تعود ملكيتها لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، والمضمر هو عبد الله بن نايفة الهاجري. والمركز العاشر، المركز العاشر أيضا شعار سمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على ظهر فزعة، والمضمر أيضا هو عبد الله بن نايفة الهاجري. هذه العشر المراكز الأولى أدعناها على حضراتكم للنداء الأول كاملة مكملة، ويتبقى على مسيرة هذا الشوط
وعلى الفوز بالنيسان الاستيشن. يتبقى 5 كيلومترات، قطعنا وياكم 3 كيلومترات ومتبقي 5 كيلومترات على الذلل المشاركة في هذا الشوط، ونتمنى الفوز والناموس لجميع المشاركين. في هذه اللحظات نعود إلى الدرعية. الدرعية لازالت في المقدمة للسيد فيصل بن راشد الجبر النعيمي، بينما المركز الثاني نرى أرصاد بدأت ترصد أرصادها. أرصاد بدأت ترصد المراكز المتقدمة. أرصاد تعود ملكيتها لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويضمرها السيد عبيد بن علي اليبهوني. بينما الدور دور المركز الثالث، دور شرف اللي في المركز الثالث للسيد فيصل بن عبد الله الكواري. الدور دور المركز الرابع، الدور دور المركز الرابع في هذه اللحظات اللي اختطفت المركز الرابع النصيبة، وتعود ملكيتها لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، ويقوم بعملية التضمير السيد عبد الله بن نايفة الهاجري. الذيبة في المركز الخامس، الذيبة في المركز الخامس للشيخ عبد الرحمن بن جاسم الثاني، ويضمرها السيد حمد بن حسين البريدي، واختطفت المركز الرابع في هذه اللحظات. بينما المركز الخامس، المركز الخامس اسعفه، وتعود ملكية اسعفه لسمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني، والمضمر هو ناصر بن محمد بن حباب الهاجري. والمركز السادس هذه اللحظات فزعة في المركز السادس لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، وعملية التضمير أيضا عند السيد عبد الله بن خليفة الهاجري. والمركز السابع المرعوشة، أول نداء للمرعوشة في المركز السابع، تعود ملكيتها لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، المضمر أحمد بن حماد المحيربي المتميز الملقب بالمتميز. نعود لناخذ المركز الثامن، نعود لناخذ المركز الثامن في هذه اللحظات. وافية تعود ملكية وافية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يقوم بعملية التضمير علي بن قريع المري. بينما المركز التاسع، المركز التاسع العنود، وتعود ملكيتها للشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، والمضمر حمد بن حسين بن جرحب المري. والمركز العاشر اللي هي صعبة، وتعود ملكية صعبة للشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، والمضمر هو ناصر بن مسفر الشهواني. هذه العشر المراكز الأولى للنداء الثاني على التوالي. على حضراتكم مشاهدينا الأعزاء، 4 كيلومترات متبقية، 4 كيلومترات ولا زالت المسيرة تسير، والفوز سوف يكون من نصيب من؟ يا ترى الحظوظ الراقية بتكون من نصيب من؟ على جائزة هذا الشوط التويوتا الاستيشن الأبيض اللون، يا ترى من الأغرب للسويك؟ الأغرب للسويك حتى هذه اللحظات اللي هي النصيبة، النصيبة هي الأغرب حتى هذه اللحظة لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، ومضمرها عبد الله بن نايف الهجري. أيضا مضمر واحد ومضمر لا ثقل في الميدان، ما يشارك هذا المضمر إلا وترصد له بصمة خاصة بهذا الشاب المتألق دائما وأبدا. تشاهدون يقود النصيبة إلى المركز الأول. الدور دور المركز الثاني، دور اسعفة صاحبة المركز الثاني أيضا لا تقل أهمية عن اسعفة. اسعفة تعود ملكيتها لسمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني، عملية التضمير للسيد ناصر بن محمد بن حباب الهاجري. الله يا الصعبة، الصعبة تنتقل رويدا رويدا من المركز العاشر إلى المركز الثالث. الصعبة تقود المركز الثالث في هذه اللحظات عند لوحة 3 كيلومترات الأخيرة، تخطف المركز الثالث للشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، وبقيادة المرعب ناصر بن مسفر الشهواني، والتماس أيضا في المركز الرابع بنفس الشعار. تعود ملكيتها للشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، والمضمر هو أيضا ناصر بن مسفر الشهواني. أيضا لصاحبة المركز الخامس، ناخذ المركز الخامس، ناخذ المرعوشة. ومتى بترعش المرعوشة؟ المرعوشة تعود ملكيتها لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، والمضمر هو أحمد بن حماد المحيربي. الدور دور المركز السادس على ظهر فزعة، فزعة في المركز السادس، وتعود ملكيتها لسمو الشيخ محمد بن راشد
بن سعيد المكتوم والمضمر عبد الله بن نايف الهادي. والمركز السادس، المركز السادس نرى وافيا في المركز السادس لسمو الشيخ حمدان راشد بن سعيد المكتوم والمضم علي بن قريع المري. والمركز السابع العنود وتعود ملكيتها للشيخ سعود بن فهد عبد العزيز الثاني، والمضمر هو حمد بن حسين بن جرحب. والمركز الثامن سمح للشيخ خليفة محمد بن خليفة الثاني، ضمرها عايد بن صلاح الرشيد. والمركز التاسع ناخذ المركز التاسع 39 اللي هي أقدار وتعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد أمداد وتعود كيت أمداد لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المنور علي بن قريع المري. وبينما المركز العاشر ناخذ المركز العاشر مضاوي وتعود ملكيتها للشيخ جاسم بن فهد بن جاسم الثاني، هي صاحبة المركز العاشر للنداء الثالث على التوالي. ونعود إلى المقدمة، والعود أحمد إلى المقدمة، والمقدمة في هذه اللحظات، المقدمة في هذه اللحظات لا تزال النصيبة تنصب نفسها سيدة للموقف حتى هذه اللحظات، ولكن الصعبة ليس أمامها صعوبة لتخترق حاجز الصوت وتأخذ المركز الأول. صعبة تعود ملكيتها للشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، بينما عملية التضمير تعود لدى السيد ناصر بن مسفر الشهواني أيضا اللي غيرت على المركز الثاني. نرى إسعافة غيرت على المركز الثاني، إسعافة تعود ملكيتها لسمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني. والمضمر ناصر بن محمد بن حباب الهاجري. والمركز الثالث نرى المركز الثالث اللي تدخلت فزعة في هذه اللحظات، فزعة تعود ملكيتها لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، والمضمر هو عبد الله بن نايف الهاجري. وأيضا المركز الرابع التماس وتعود ملكيتها للشيخ فهد للشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، والمضمر أيضا ناصر بن مسفر الشهواني. خلونا مع الكوكب الرباعية، خلونا مع الكوكب الرباعية بقيادة صعبة. صعبة لا تزال تقود مسيرة هذا الشوط، وهي حظوظها هي الأوفر والأقرب إلى السيارة التويوتا الاستيشن أبيض اللون. متبقي تقريبا كيلومتر أخير على صعبة، ولا زالت تتحدى الصعاب وتتحدى جميع المشاركات في هذا الشوط الصعبة. وتعود ملكية الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني بقيادة المرعب ناصر بن مسفر الشهواني. الله، وال 800 متر الأخير يا اخويا ناصر، 800 متر الأخيرة على صعبة، ولا زالت الأداة الغائي ولم تصدر عليها أي أوامر تذكر. وفي هذه اللحظات نرى المركز الثاني اللي هي فزعة لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، والمضمر عبد الله بن نايف الهاجري. وأرى أيضا التماس في المركز الثالث للشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، والمضمر ناصر بن مسفر الشهواني. نعود إلى الصعبة وبدت الأوامر. الله 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 يا الصعبة، اتحركت الصعبة وتحدت جميع الصعاب. يا سلام، ال 400 متر الأخيرة وين بلقى منوة الخاطر ليتحط متهم والدقة؟ لا بلا بكرة ولا فاطر تطرب الجمهور من حقه. وبالفعل تطرب جماهيرها في هذا المساء. تهانينا والناموس من هذا الموقع من 200 متر الأخيرة، تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني على هذا الناموس وهذا الفوز العظيم في هذا الشوط، هذا الفوز العظيم والكبير في هذا الشوط. تهانينا والناموس للشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني على فوز صعبة وتحقيقها لناموس ونقطة هذا الشوط والسيارة. تهانينا والناموس، وتهانينا أيضا للمضمر ناصر بن مسفر الشهواني واللي وصلت أيضا في المركز الثاني. التماس للشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، ناصر بن مسفر الشهواني هو المضمر. المركز الثالث إسعافة لسمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ناصر بن محمد بن حباب الهاجري هو المضمر. والمركز الرابع مضاوي للشيخ جاسم بن فهد آل ثاني. والمركز الخامس فزعة لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. والمركز السادس أمداد تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. والمركز السابع العنود
للشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، والمركز الثامن الذيبة للشيخ عبد الرحمن جاسم آل ثاني، والمركز التاسع سمحة تعود ملكيتها لسمو الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني، والمركز العاشر النصيبة لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم. هذه العشر المراكز الفائزة معنا في هذا الشوط، شاهدتوا لحظات الفوز وتحقيق السيارة لصعبة، تهانينا والناموس. هذه لحظات وصول صعبة وفوزها وظفرها بالتويوتا الاستيشن، تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، وتهانينا أيضا للمضمر ناصر بن مسفر الشهواني. صعبة قطعت مسافة 8 كيلومترات في فترة زمنية وقدرها 14 دقيقة وثمان ثواني واثنين وعشرين جزء من الثانية. وهذه ايضا لحظات وصول التماس وفوزها بالمركز الثاني، تهانينا والناموس للشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، وتهانينا ايضا للمضمر ناصر بن مسفر الشهواني. قطعت مسافة 8 كيلومترات في فترة زمنية وقدرها 14 دقيقة 18 ثانية 13 جزء من الثانية. وهذه ايضا لحظات وصول اسعفة، تهانينا والناموس لسمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وتهانينا ايضا للمضمر ناصر بن حباب الهاجري. قطعت مسافة 8 كيلومترات في فترة زمنية وقدرها 14 دقيقة 19 ثانية 24 جزء من الثانية. وهذه ايضا لحظات التكريم بمادة الزعفران للفائزات بالثلاث